واحدة لكل 4 سيدات في الأردن تعرضوا للعنف الأسري. 200% كانت نسبة الزيادة في جرائم القتل الأسرية بين عام 2018 و2019. بس 3% من النساء اللي تعرضوا للعنف قدموا شكاوى رسمية. والعنف مش بس ضرب. العنف ممكن يكون جنسي، ممكن يكون عنف لفظي، ممكن يكون عنف عاطفي. مهما كانت الأسباب، أكيد ما في مبرر. لهيك فكرنا بمبادرة لا تسكتي عشان نشجع نساء مجتمعنا على أنهم لا يسكتوا عن حقهم، عشان نرفع الوعي لهذه الظاهرة اللي عم بتزيد يوم بعد يوم.